السلام عليكم اخوتي اي فوالا يوسف نافا من القوم جي ماجيريا كي العاده تعرفوا وتلقاونا في اليوتيوب في فيسبوك رانا في كل بلاصه لاسكين كل قروده المهم اليوم راح ندير بانكيكس نوري لكم كيفاش ديروا بانكيكس ساهل طول ملا الجماعه اللي ما على غالب ما عندهمش نقولوا المواد انا شوف شنو ندير بالنسبه ليا على حساب واش كاين هنا في اوروبا انا ندير شوف شويه اللوز اون بوانيي معناتها اون بوانيي ماشي تضرب كاع القوطي فهمت اون بوانيي لازم في لا ما في الكرو فهمت الكرو هذا كافي فهمت للصباح نطيشو في الميكسور ومن بعد فلوكون دافوان ندير واحد 100 غرام 100 غرام باك عينك هي ميزانك هذه ندير شويه لداخل فوالا ها عيني ميزاني ومن بعد ندير بنانة باش يحلى باش يكون شويه حلو البانكيك هو كي شغل الكريب شغل القرايف بصح بروتين تاع سما ستيل امريكان والهي ها نحي البنانة ها طيشو الداخل ومن بعد نزيد لها بيضات اك سامع ها نكسر البيضات بسم الله فوالا نورمالمون يقول لك اسمه بيضه كومبلي وثلاثة وايت الابيض فهمت الا الاسماء بس صح انا ندير كلش والو ما طلق والو لا خضره لا يابسه على بالكم عليه باسكو قبل كان يقولوا اه الاصفر موش مليح اي ريسامون لي سيانتيفيك لي يحوسوا على اسماء دائما جديد على نقولوا على لا بوفي تو سكي سوي افيك قال لك الاصفر اي ريش ان اوميغا 3 دونك عطاونا الفو فير درك باش ناكلوا الاصفر اخويا ناكلوا الاصفر اسيتي على نطيشوا الفقراء والله ما جداكين باش ياكلوا بيض اخويا ناكل كلش فوالا هوب كسر ودق العود يوقف بوي ومن بعد واش راح ندير فوالا ها نوري لكم وش ما علينا في البلاد راه يشتو الزيت تورنوسول هذا تاع اسماء زيت سانغو لا زيت سانغو لا والو لا تسيب اشري اسمه زيت زيتون هاني درت شويه زيت زيتون فوالا قطره فهمتوا درك ندير في الماشينه فتح الرزاق بسم الله انا فا فوالا مزيه جبت ماشينتي من فرنسا معايا بن عمي وشي الكلمه الاولى نبداو بسم الله انا فا ريحه الحين باش يولي جو شكون جو تو فانتي انا شعلت الكوشا اسمها ايه الفور امتى ولا بدا طيب بس كي نقول لكم حاجه فور بانكيكس معروف ريش بروتين انا ما يلا واحد كي له شر نايف من النوم توجد قروت تلحي زين بس قال لوز لازم تلحي بيان فوالا نستنى النخله تسخن شويه ومن بعد راك تشوفوا لا الفيديو 5 دقائق ولا حتى 100 سنه المهم نورو لكم و فوالا اللي عنده مراه راه تعاونوها تشوف لا غوسيت هذه دير لك ولا دير وحدك ولا امك بس كيما قلت لكم ساعدهم شويه ساعه على ساعه دير جيست
رشها بوباغور فهمت. هي اللي نستي لازم نستناو. ايوا دوك نعاود لكم. ايه او بليس دو سا شني الصح وكل نسيتو البروتين. فكرتونا يفكركم في الشهاده ان شاء الله. اي بسم الله. بروتين هو الصح ثاني عليها يقولوا بانكيكس بروتيني باسكو هذا القبره. فوالا ومن بعد كي تكون عندك القرايف هذا البانكيكس هذا التاكيني حوسوا عليه يعود موجود تاكيني فهمت. هذا يقولوا لو غرا ساتور لو غرا بروبر مليح صباح ودير سمان شغل كونفيتور معجون كونفيتور تاع سمان تاع التاكيني هذاك تاع حلو الترك ولا الاخر بينا بار الاخر اش يقولوا تاع كونفيتور تاع كوكي هاي يسخن هاي يسخن اسيدي. دوك نعاود لكم. فوالا خاوتي شوفوا لي بوتيت كريب بانكيكس ريحتو لو كان جا التليفون يشم تشم ريحتها وتشوف ورد لي الخبر على غالب التليفون مازال ما يشمش كي تطور العلم راك تشم من بعد ان شاء الله. المقيرفه ها هذا هو البانكيكس خليه مليح نقص النار ونقلب ونقلبها بسم الله. اوبا هذا هو البانكيكس ومن بعد دير في سمه التاكينيه فهمتوا هذا يقولوا له البانكيكس خاوتي. تهلا في روحكم تري بون جورني افو وهذه بوتيت روسيت بروتينيه عندكم ديروها في الدار يا خويا وردوا لي خبر. هيا السلام عليكم تري بون جورني وما تنساوش الرياضه هي الصح كمال السام ميم لو كان تروح تجري دير فيها فوتينغ او نافع لصحتك. هيا السلام عليكم.